أمنيتي إن أشوف سيد علي سيستاني وأشكر منه. كانت أمنيتي إن أشوف سيد علي سيستاني، واليوم قابلته وشفته وشكرت منه. قلت له أنا أشكر منك على هاي المبادرة الحلوة، لأنك سويت هاي المستشفى، وهاي المستشفى تعالجني مجاني من الناس الطيبين اللي جاي يشتغلون بهاي المستشفى، ربي يحفظهم ويطول أعمارهم. أنا من قعدت شوية بسيد علي سيستاني حسيت ألم جسمي كله راح، وأنا كانت بطني تأذيني، لكن بس دخلت للسيد راح الوجع كله اختفى. يعني حسيت نفسي انه انا خلاص طبت، يعني ما احتاج اي علاج، لان حسيت نفسي طبت. اي الم هاي صارت عندي طاقة، لان شفت انسان مميز، لان شفت انسان مميز. كذ راسي وقال يا الله شافي. قال لي تبرش نفس بنتي. أنا أشكر جميع الناس الدعالي أنا والأطفال الباقيين المصابين. شكر من عبد المهدي الكربلائي هواي، لأن حقق منيتي، لأن هاي منيتي من كنت صغيرة أتمنى أن أشوفه. وقلت لأهلي عليها، قلت لهم أن أنا منيتي أشوف سيد علي السيستاني، يعني ألحانيهم وشكرا إله واي واي، لأن حقق هاي منيتي. والله العظيم كانت منيتي أن أشوف سيد علي السيستاني وتحققت. إن شاء الله راح نتغلب على هذا المرض، نطلع بالسلامة لبيوتنا.